بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 141. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحوالة والضمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحوالة هي أن يكون على الإنسان حق لغيره، عليه دين لغيره، وله دين على آخر. هذا الذي عليه دين لغيره له دين على شخص آخر، فله أن يحيل دائنه إلى من عليه دين له، نقل مال من ذمة إلى ذمة، وهذا جائز، بل واجب على من أحيل على ملي أن يقبل الحوالة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل. والمليء هو الواجد الذي عنده مال، وأيضا هو غير مماطل، غير مماطل، ملي في ماله ومليء في ذمته، فيقبل الحوالة. من أحيل على مليء فليحتل، أي يقبل الحوالة، لأن هذا فيه تعاون بين المسلمين، وصاحب الدين لا يضيع له شيء، ففيه إرفاق، فيه إرفاق بين المسلمين. نعم. كتاب الحوالة والضمان. وأما الضمان فهو أن يتحمل دينا على غيره أو حقا على غيره، يتحمله ويضمنه لصاحب الحق، وهذا أيضا فيه إرفاق بالناس. نعم. باب وجوب قبول الحوالة على المليء. وجوب قبول الحوالة على المليء بهذا الشرط، أن يكون المحال عليه مليئا، يعني قادرا باذلا، قادرا بماله وباذلا للحق الذي عليه، ليس بمماطل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. رواه الجماعة. مطل الغني يعني بحق الآخر عليه، الذي يماطل عليه دين ويماطل في تسديده، وهو غني يقدر على الوفاء، هذا ظلم. مطل الغني ظلم، يعني يحرم عليه هذا، تحرم المماطلة. يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه يعني شكواه، وعقوبته أن يؤدبه ولي الأمر إذا تلكأ في قبول الحوالة. نعم. أو تلكأ في سداد الدين الذي عليه وهو قادر، فيحل عرضه يعني شكايته، ويحل عقوبته أي حبسه، يحبسه ولي الأمر حتى يسدد الحق الذي عليه، إما لصاحبه وإلا لمن أحاله صاحب الدين عليه، سدد. نعم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا مثل قوله: إذا أحيل على مليء فليحتل. إذا أتبع يعني أحيل، على مليء فليحتل يعني إذا أتبع فليتبع، يعني يقبل الحوالة، لأن هذا فيه إرفاق بالناس.
وفيه تسديد الدين الذي عليه صاحبه غير مماطلة. نعم. رواه الجماعة. وفي لفظ رواه الجماعة، الجماعة المراد بهم أصحاب السنن الأربع وصاحب المسند الإمام أحمد وصاحب الصحيحين البخاري ومسلم، هؤلاء هم الجماعة سبعة. إذا قال السبعة أو الجماعة المعنى واحد. نعم. وفي لفظ لأحمد ومن أحيل على مليء فليحتل. من أحيل على مليء فليحتل، من أحيل بحقه على مليء يعني باذل غني وباذل فليحتل يعني يقبل الحوالة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه. رواه ابن ماجه. مطل الغني ظلم، الغني القادر بماله على بذل الحق الذي عليه، فإذا ماطل فهو ظالم يستحق العقوبة من ولي الأمر حتى يبذل الحق الذي عليه. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم يعني أحيل أحدكم على مليء فليحتل أو فليقبل. نعم. باب ضمان دين الميت المفلس. الضمان، ضمان دين الميت المفلس، يجوز هذا أن يتحمله، يضمنه يعني يتحمله عنه، تضمن يتحمل الدين الذي على الميت إذا كان الميت مفلسا ليس له مال ولا يبقى الدين في ذمته، فيفرج عن أخيه الميت ويبذل الدين الذي عليه لصاحبه كما يأتي في الحديث. نعم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. رواه أحمد والبخاري والنسائي. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا قدمت الجنازة ليصلي عليها سأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم. ولا يصلي على من عليه دين، لأن الصلاة شفاعة ولا يجوز الشفاعة لمن عليه حق للآخرين، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة. فكان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين، فلما وسع الله عليه صار يتحمل عن المدين ويصلي عليه، تحمل عليه من بيت المال. إذا كان مدين وليس عنده سداد فإن بيت المال يتحمل عنه. كان يصلي على المدينين عليه الصلاة والسلام ويتحمل من بيت المال ما عليهم من ديون. ولو أن واحدا من المسلمين تحمل الدين عن الجنازة فللإمام أن يصلي عليها، الإمام الأعظم يصلي عليها إذا تحمل الدين شخص آخر، لأن أبا قتادة رضي الله عنه تحمل الدينارين اللذين على الجنازة التي قدمت وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان بعد يوم لقي أبو قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما فعلت الديناران يا أبا قتادة؟ ما فعلت الديناران؟ قال: ما مضى وقت يا رسول الله، يعني ما سددها لأنه ما مضى وقت. فلما لقيه في اليوم الثالث
قال ما فعلت الديناران؟ قال دفعتها يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلدته، يعني الميت، فدل على أن الميت يطالب بالدين ويعذب به حتى يسدد عنه. هذا فيه شدة مسؤولية الديون، أنه لا يتساهل فيها لأنها حقوق الناس، فلا يتساهل فيها، لا سيما إذا كانت على ميت فإنه يعذب بها. الآن بردت عليه جلدته، فدل على أنه يعذب بالدين الذي عليه حتى يسدد عنه، فلا يتهاون بالديون وحقوق الناس. نعم. وروى الخمسة إلا أبا داود هذه القصة من حديث أبي قتادة وصححه الترمذي، وقال فيه النسائي وابن ماجه، فقال أبو قتادة أنا أتكفل به. نعم. لما تكفل أبو قتادة رضي الله عنه بالدين الذي على الميت، صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا صريح في الإنشاء لا يحتمل الإخبار بما مضى. نعم. وقال فيه النسائي وابن ماجه، فقال أبو قتادة أنا أتكفل به. وهذا صريح في الإنشاء لا إنشاء التحمل، صريح في إنشاء التحمل. نعم. وهذا صريح في الإنشاء لا يحتمل الإخبار بما مضى، يعني ليس أبو قتادة متحملها من قديم، وإنما تحملها لما مات من هي عليه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين، فأتي بميت فسأل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم. كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين، وإنما يصلي عليه المسلمون، ما يخلى بما يصلى عليه، لكن الرسول لا يصلي على من عليه دين في أول الأمر. فلما فتح الله على الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد والغنائم وجاءته الأموال، صار يتحمل عن المعسر المدين الميت، يتحمل ما عليه ويصلي عليه، سدد عن دينه من بيت المال، بيت مال المسلمين. نعم. ولا يترك الميت يعذب في دينه، بل يسدد عنه. نعم. باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه. نعم. لأن أبا قتادة لما تحمل الديناران وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم على الميت، لقيه الرسول بعد ذلك بيوم ما فعلت الديناران، فقال ما مضى وقت يا رسول الله. لما كان في اليوم الثالث لقيه الرسول ما فعلت الديناران، قال قضيتها يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلدته، عن الميت، دل على أن الميت يعذب بالدين الذي عليه حتى يسدد عنه، فلا يتهاون بالديون التي على الأموات. نعم. باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الآن بردت عليه جلدته، أبو قتادة متحملها، لكن ما بردت جلدة الميت إلا لما سددها عنه، ما هو مجرد ضمان فقط، تحمل فقط. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يصلي عليه، فخطى خطوة ثم قال: عليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة رضي الله عنه، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت. يسأل الرسول يسأل أبو قتادة: هل برئ الميت وتحملت عنه؟ قال: نعم. قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده. رواه أحمد. فدل على أن الميت يعذب بالدين الذي عليه حتى يسدد عنه، فإن كان له تركة يسدد من تركته، وإن لم يكن له تركة فيسدد على من تحمل من المسلمين وتبرع له ليخلصه بذلك، وهذا فيه فضل عظيم. نعم. وإنما أراد بقوله: والميت منهما بريء، دخوله في الضمان متبرعا لا ينوي به رجوعا بحال. نعم، متبرع، ما هو يقول قرض، أنا بقرضه وأسدد عنه من باب القرض، لا، هذا ما يكفي، لا بد أن يتحمل الدين متبرعا بذلك. نعم. باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا. مستحقا، إذا خرج مستحقا. نعم، إذا باع شيئا ثم تبين أن المبيع يتعلق به حق آخر، أو المبيع فيه عيب، تبين هذا ولم يعلم به البائع ولا المشتري، فإن العيب لا بد أن يقضى به ويدفع عوض العيب، نقص العيب، هذا الدرك. نعم. عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، هذا فيه مسألتان. المسألة الأولى: نعم، من وجد عين ماله عند رجل، هذه مسألة الظفر، يسمونها مسألة الظفر. إذا عرت أحدا عارية، عرته عارية وبقيت عند المستعير، ثم وجدتها في مال المستعير، فإن لك أن تسترجعها وأن تأخذها، لأنها مالك، والمستعير هو المخطي في كونه أخرها عنده، فصاحبها يأخذها ويسحبها من مال أو من تركة الميت، أحق بها ولا تدخل في الميراث ولا في التركة. هذه مسألة الظفر. نعم. من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه. ويتبع البيع من باعه، يعني إذا باع سلعة وتبين أنها مستحقة لشخص، وأنه باع ما لا يملك، فلصاحب السلعة أن يسحبها ويأخذها. طيب، والمشتري وين يروح؟ يقول لك: يرجع على البائع، تعلق بالبائع ويسترد ما دفع. نعم.
رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وفي لفظ: إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع. نعم. ويرجع المشتري على البائع بالثمن. نعم، لو أن سارقا باع المال الذي سرقه واستلمه المشتري ثم وجده صاحبه عند المشتري، فإن صاحبه يسحبه من المشتري والمشتري يرجع إلى من باع عليه هذا المال ويأخذ ما دفع من الثمن، إن حقوق الناس ما تضيع. نعم. ويرجع المشتري على البائع بالثمن، رواه أحمد وابن ماجه. نعم. كتاب التفليس. تفليس يعني الحكم على رجل بأنه قد أفلس. إنسان غني معروف بالغنى، ثم أصابته جائحة ذهبت بماله، فهذا أفلس بعد أن كان غنيا، أفلس يعني صار يتعامل بالفلوس من فقره، تعامل بالفلوس من فقره، هذا المفلس. فهذا له حكم كما ذكره في الحديث. نعم. باب ملازمة المليء. لا، قبله. كتاب التفليس. نعم. التفليس يعني متى يثبت التفليس. نعم. باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر. باب التفليس. وين التفليس؟ هكذا الترتيب. نعم، هكذا الترتيب. ايش يقول؟ هكذا ترتيبه. اي يقر، مش يقول. عن عمرو بن الشريد. لا، الترجمة وش؟ كتاب التفليس. ايه. باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر. اي نعم، المعسر هو المفلس، إذا كان أفلس فإن صاحبه لا يلازمه بل يطلقه حتى ييسر الله له. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني يجب إنظار المعسر، يجب على الدائن أن ينظر المعسر حتى يستطيع السداد ولا يطالبه وهو معسر. إن كان ذو عسرة فنظرة، إن كان يعني إن وجد، كان هنا تامة، ما هي كان الناقصة التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لا، هذه تامة تكتفي بالفاعل. إن كان ذو عسرة يعني وجد، إن كان وجد ذو عسرة فما الحكم؟ نظرة إلى ميسرة. نعم. باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر. عن عمرو بن الشريد عن أبي. ملازمة، الملازمة وشي؟ ملازمة صاحب الحق، ملازمة الداين للمدين، بمعنى أنه يمشي معه ويدخل معه في بيته ويلازمه ولا يتركه حتى يسدد حقه، هذه الملازمة إذا كان مليئا. أما إذا كان معسرا فلا ملازمة، وإنما ينظر إلى ميسرة. نعم. عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد ظلم. لي الواجد ظلم، لي يعني المماطلة، اللي هو المماطلة، الواجد يعني الغني، فلا يجوز للغني أن يماطل بحق الدائن، بل يجب عليه أن يسدده إذا طلبه صاحبه وهو دين حال. نعم. لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني يحل شكايته والكلام فيه عند الحاكم، يقول فلان ماطل بي فلان، هذا يجوز التشكي، يجوز التشكي أن تذكر عيوب خصمك، مماطل،
متساهل في حقوق الناس إلى آخره، يجوز من باب التشكي. أما الكلام في أعراض الناس في غير هذه الحالة فلا يجوز. نعم، يحل عرضه يعني شكايته عند الحاكم، وعقوبته يعني سجنه إذا أبى أن يوفي الحق الذي عليه وهو واجد غني. نعم، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. عرضه يعني شكايته، وعقوبته يعني سجنه وتعزيره. نعم، رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم. قال أحمد قال وكيع: عرضه شكايته، وعقوبته حبسه. نعم. وعن أبي سعيد قال: أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم، رجل اشترى ثمارا على رؤوس النخل، اشترى ثمارا على رؤوس النخل فأصابتها الجائحة، أصابتها جائحة من السماء أتلفتها أو نقصتها، وعليه دين. يعني أصحاب المال، أصحاب التمر الذين باعوه عليه، يطالبون بالثمن، وهو أصابته جائحة، لكن الجائحة أصابته وهو على ملكه، لأنه مشتريها وثمنها في ذمته للبائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، ليس لكم إلا ذلك، لأنه ما عنده شيء. نعم، أعيد الحديث. وعن أبي سعيد قال: أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، ابتاعها يعني اشتراها. نعم، فكثر دينه. نعم. فقال: تصدقوا عليه. تصدق، قال الرسول صلى الله عليه وسلم للناس: تصدقوا عليه، لأنه على أصابته الجائحة وغرم للبائع ثمن المبيع وليس عنده شيء وبحاجة إلى من يعينه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يعينوه، وأعانوه لكن لم يبلغ المقدار الذي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس عليكم، ليس لكم إلا ذلك. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم، ليس لهم أن يطالبوه وهو معسر، كان ذو عسرة ونظرة إلى ميسرة. نعم. باب: من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس. هذه مسألة الظفر، إذا باع رجل على رجل آخر مالا ثم إن المشتري أفلس والبائع وجد سلعته عنده التي اشتراها منه، فإنه يأخذها وليس للغرماء فيها حق، ما دام وجدها بعينها أو حق بها. نعم. عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن البصري، حسن البصري عن سمرة، وهذا السند يصححونه، والحسن عن سمرة سند جيد. نعم، سمرة بن جندب. نعم. عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به. رواه. نعم. أحمد. نعم، وليس للغرماء فيه حق، ما دام أنه بعينه لم يتغير
فهو أحق به أن يأخذه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ما له بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. مثل الحديث الذي قبله، إذا أفلس الإنسان وجاء مثلا رجل ووجد متاعه الذي اشتراه منه عنده بعينه لم يتغير منه شيء، له أن يسحبه وأن يأخذه، وليس للغرماء عليه حق في هذا المال الذي له، هو أحق به. نعم. من أدرك ما له بعينه عند رجل أفلس أو إنسان بعينه، أما لو تغير فلا يأخذه، يصير مثل الغرماء. نعم. عند رجل قد أفلس، عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به. عند رجل أو إنسان، هذا شك من الراوي في اللفظ، وهذا فيه دقة المحدثين في الرواية. نعم. ولا المعنى واحد. نعم. فهو أحق به من غيره. نعم. رواه الجماعة. رواه الجماعة، والجماعة هم كما سبق هم السبعة، أصحاب السنن الأربع ومسند الإمام أحمد والصحيحان البخاري ومسلم، هذه الجماعة. نعم. وفي لفظ قال: في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه. نعم. قال في الرجل، قال في الرجل الذي يعدم، يعلم، يعدم بالدال، بالدال يعدم، الرجل الذي يعدم، يعدم يعني يفتقر. نعم. قال في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. رواه مسلم والنسائي. مثل الحديث الذي قبله، أن الإنسان إذا أفلس وجاء رجل قد باع عليه سلعة فوجدها بعينها لم تتغير ولم يتصرف فيها، فله أن يسحبها، هو أحق بها. نعم. وفي لفظ: أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. رواه أحمد. ولم يكن اقتضى من ماله يعني من دينه شيء، أما لو كان أخذ بعض الثمن فهو مثل الغرماء، أما إذا لم يأخذ من ثمنها ووجدها بحالها لم تتغير فله أن يأخذها، وليس للغرماء فيها تعلق. نعم. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. هذا مثل الحديث الذي قبله، فيه أن صاحب المتاع إذا أفلس من هو عنده ولم يقدر على السداد فلصاحب السلعة أن يسحبها، ما لم يقبض من ثمنها شيئا أو تتغير السلعة. نعم. فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. نعم، له أن يسحب السلعة ما دام الذي هي عنده حي على قيد الحياة، أما لو توفي ووجدت في تركته فليس لصاحبها أن يأخذها، بل يكون أسوة الغرماء. نعم. رواه مالك في الموطأ وأبو داود وهو مرسل، وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف. وهو مرسل، والمرسل ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما سقط منه الصحابي. المرسل ما سقط منه الصحابي من سنده، هذا المرسل. نعم. باب الحجر وصله يعني وصله يعني وجد الرجل الذي سقط من السند واتصل السند إلى الرسول فصال متصلا بعد أن كان
مرسلا. نعم. وهو مرسل وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف. أسنده يعني رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجد الراوي الذي سقط من السند، لكن هذا وجه ضعيف. نعم. باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه. يكفي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا أحلت ديني على مليء ثم ماطل ولم يلتزم بالسداد، فهل علي شيء أم برئت ذمتي بذلك؟ برئت ذمتك بذلك، لأنه وقت الحوالة وهو واجد وغني صابته العسرة بعد ذلك، ما أنت ما عليك شيء، انتقل الدين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: مات شخص ولم يعرف أهله أن عليه دين، فهل يعذب هذا الشخص؟ أن عليه دين، دين كذا، أن عليه دين ما يصلح دين. أن عليه دينا. نعم. مات شخص ولم يعرف أهله أن عليه دينا. نعم. فهل يعذب هذا الشخص؟ ولم يعلم أهله أن عليه دينا. أي نعم. فهل يعذب هذا الشخص؟ نعم يعذب، لأن حق الدائن ما يسقط عنه، يعذب به حتى يسدد عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. نعم. ألا ينتقل الدين من ذمة الميت إلى ذمة من تحمله؟ ما تبرأ بمجرد الضمان، لابد من التسديد. مجرد الضمان ما ينقل الدين، باق على المدين حتى يسدد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من المعلوم أن الدولة تعطي المواطنين قروضا عقارية لبناء المساكن وترهن هذه البيوت، فإذا باع صاحب المسكن السكن فإن المشتري يتحمل القرض العقاري، هل تبرأ بذلك ذمة البائع من هذا القرض؟ نعم، إذا مثلا الجهة المختصة نقلت هذا البيت من ذمة صاحبه إلى ذمة أخرى تبرأ ذمة الأول، انتقل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يعني إلى الصندوق أحال ثمن هذا البيت على شخص آخر، يبرأ الأول. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: اقترضت مالا يسيرا من صديق لي ثم نسيت، فهل إذا مت ولم أتذكر أعاقب على هذا الدين؟ نعم، حقوق الناس ما يسقطها النسيان يا أخي، حقوق الناس ما يسقطها النسيان، عليك الإثم حتى يرجع هذا المال إلى صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم. حقوق الناس ما يسقطها النسيان، النسيان في حق الله يسقط. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لأن حق الله مبني على المسامحة، وأما حقوق الناس فهي مبنية على المشاحة. نعم. لا تهاونون بحقوق الناس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا ترك الميت لدينه وفاء أو كان له مال مع شركاء أحياء يستطيعون استيفاء حقوقهم من تجارته التي له، يقول: هل يعذب الميت بهذا الدين؟ حتى يسدد عنه. نعم، يعذب حتى يسدد عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يقتصر عذاب الرجل في دينه العذاب في القبر؟ لا، ما يكتفي في القبر، بل يوم القيامة
يقتص منه صاحب الحق، يقتص منه صاحب الحق يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل عذاب القبر لمن عليه دين هل هو للمماطل؟ عام، من عليه دين وقد مات فإنه يعذب في قبره بهذا الدين حتى يسدد عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يعذب الميت المدين الذي توفي وهو غير قادر على السداد أو لم يكمل السداد؟ نعم، يعذب حتى يرجع الدين إلى صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل لا بد من التصريح في العفو عن الميت إذا كان عليه دين؟ لا بد من التصريح في العفو عن الميت إذا كان عليه دين؟ التصريح من الدائن؟ نعم، لا بد من التصريح، صرح إني أسقطت الدين، سامحته عنه، وضعته عنه، لا بد من التصريح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندي محل لصيانة الجوالات، ويوجد بعض الناس يقول يتركون الجوالات للصيانة ثم يغيبون 4 أشهر أو أكثر، وبعضهم لا يأتي بعد ذلك، يقول: هل أبيع الجوالات لاسترجاع حقي منها؟ تراجع القاضي، لازم تراجع القاضي في هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: توفي جدي رحمه الله وله عندي مال أقرضنيه، وعلمت بعد وفاته أن عليه دينا. توفي، يقول: توفي جدي رحمه الله وله عندي مال أقرضنيه، وعلمت بعد وفاته أن عليه دينا، فهل أسدد عنه دينه من ماله الذي عندي أم هو حق لورثته؟ شوف الوكيل، وكيل الميت، إنسان هو موكل تدفع للوكيل، إنسان هو ما وكل تراجع القاضي في هذا، والقاضي يسلم الشيء إلى صاحبه ويسلم الميراث إلى الورثة. نعم. سن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل أفلس ومات، فهل يجوز للغرماء أن يطالبوا ورثته بالسداد؟ إن كان له تركة طالبون في تركته، كان ما له تركة ما لهم سبيل على الورثة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أبني بيتا وكتبت في العقد مع المقاول أن يسلمني البيت عظما في خلال 2 شهر، وفي كل أسبوع تأخير يخصم عليه 500 ريال، والآن قد تجاوز هذه المدة، فهل يجوز لي شرعا أن أخصم عليه كما هو متفق عليه في العقد؟ هذه خصومة، لازم ترجعون للقاضي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنه إمام مسجد، وفي المسجد مصاحف عليها غبار في الرفوف ولا يقرأ منها أحد، وقد طلب مني الجماعة أن أخرجها إلى مسجد آخر، فهل يحق لي ذلك؟ لا، تبع وزارة الشؤون الإسلامية تخبرهم وهم يجون يشوفون الوضع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز حضور وليمة العرس دون دعوة؟ لا، دون دعوة لا، ما يجوز إلا بدعوة، ما يجوز إلا بدعوة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنه إلا إن كان أصحاب الوليمة يعني فاتحين الباب لمن يأتي فلا بأس، أما هذا إذن عام، هذا يكون إذنا عاما تدخل، وأما إذا لم يكن كذلك فلا بد من دعوة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنه فرنسي الأصل وأمه غير مسلمة، واقترحت عليه أمه أن يشتري دارا بقرض ربوي وأنها ستدفع الربا،
فهل يجوز ذلك؟ لا، ما يجوز هذا. الربا حرام، سحت، ولا يجوز أن يشتريه بقرض ربوي، ولا يطيع أمه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: مسجد صغير جدا قد تعطل ولا يصلى فيه، وبني بجواره مسجد كبير يفصل بينهما مزرعة، وقد بيع المسجد الصغير، فما حكم هذا البيع؟ يراجعون وزارة الشؤون الإسلامية في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بنت غير شرعية، هل لعم أمها أو أخوالها أن يكونوا أولياء لها في النكاح؟ لا، ليسوا أولياء لها في النكاح، تنسب إلى أمها فقط، تنسب إلى أمها، عصبة أمها هم الذين يتولون هذا، عصبة أمها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يتيم محتاج وجد لقطة في طريق عام ولا يمكن له أن يعرفها، ويستبعد مجيء صاحبها. إيش؟ يقول: يتيم محتاج وجد لقطة في طريق عام سريع ولا يمكن له أن يعرفها، فهل يأخذها على أنها صدقة لصاحبها؟ لا، لا يأخذها، يأخذها ليعرفها، ولا يتركها في مكانها ولا يأخذها. نعم، يغنيها الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يصطف الناس في بلدنا في المقبرة بعد دفن الجنازة لتعزية أهل الميت، وبعد 3 أيام من موت الميت يقيمون عشاء يأتي جميع الأقارب لأكل الطعام فيه، هل هذا جائز؟ لا، ليس بجائز. لا اصطفافهم في المقبرة للتعزية ما يجوز، ولا عمل الطعام. كنا نعد صنعة الطعام والنياحة، نعد صنعة الطعام والاجتماع. يقول الصحابي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: علي دين ولم أجد صاحبه، لأني سافرت من بلد الدائن، ووصيت أكثر من شخص ليبحثوا عنه ولم يجدوه، فماذا علي؟ عليك الإعلان، أعلن من كان له حق عند فلان فليتقدم، أعلن أولا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين؟ لا يجوز هذا، حرام، لا يجوز بناء الكنائس في بلاد المسلمين، حرام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أشتري شقة ومالك الشقة لم يسدد ما عليه من القرض الربوي؟ إذا كان ثمن هذه الشقة قرض ربوي فلا تشتريها، لأنها ليست ملكا له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: حديث وضع الجوائح ألا يعارض حديث الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه؟ نعم. يقول: حديث وضع الجوائح، نعم، ألا يعارض حديث الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه؟ لا، ما يعارضه. وضع الجوائح هذا إذا كانت على رؤوس النخل وأصيبت، هذه الجائحة، أما إذا جدها وتمكن منها هذه وأصيبت، هذه ليست جائحة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كان المسجد، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: إذا كان المسجد لا يتبع وزارة الأوقاف، فهل يحق لجماعة المسجد نقل بعض الأغراض الزائدة لمسجد آخر؟ يسألون علماءهم اللي ما هم من عندنا، ما نفتيهم حنا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول:
رجل عقد على امرأة ودفع لها المهر كاملا وقبل زفافه توفيت المرأة، فما حكم المهر؟ هل يرجع إليه؟ يرجع إليه نصفه، يرجع إليه نصفه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الضابط في إثبات إيش السؤال؟ يقول أحسن الله إليك: رجل عقد على امرأة ودفع لها المهر كاملا وقبل زفافه توفيت المرأة، فما حكم المهر؟ هل يرجع المهر؟ لا، المهر لها كله، الوفاة ما تكون مثل الطلاق، لو دفع لها المهر ثم طلقها قبل الدخول إنه يرجع بالنصف، أما وفاتها فيستقر المهر لها ويكون لورثتها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الضابط في عدالة الرجل عند يقول ما الضابط في عدالة الرجل ما الضابط في إثبات الكذب على من ثبت صدقه وعدالته؟ وهل يعتبر كاذبا من صدر منه كذبة واحدة؟ هذا عند القاضي، القاضي هو الذي يحكم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يقول أن من شهد أن لا إله إلا الله يدخل الجنة دون عمل صالح، مستدلا بذلك بحديث البطاقة؟ إذا مات، إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات ولم يتمكن من العمل فهذا مسلم، أما إذا تمكن من العمل وتركه ولم يصلي ولم يصم ولم فهذا ليس بمسلم، وإن شهد أن لا إله إلا الله، وإن شهد أن لا إله إلا الله ليس بمسلم، إذا ترك أركان الإسلام فليس بمسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، هل يعني سقوط بقية الدين ولو استطاع الوفاء بعد حين؟ لا، ما يسقط الدين، يبقى في ذمته، لكن ليس لكم إلا ذلك يعني ليس لكم المطالبة إلا بما وجدتم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أختي حلفت عليها بالطلاق إن ذهبت إلى بيت زوجها، فيقول فذهبت، هل تطلق زوجتي؟ تجي إلى الوفتة إن شاء الله في مكتب للطلاق، قدم سؤالك في مكتب الطلاق في دار الوفتة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك صلاة نافلة بعد صلاة العصر؟ ليس هناك نافلة بعد العصر إلا ذوات الأسباب فيها خلاف، مثل صلاة الكسوف، مثل تحية المسجد، ذوات الأسباب فيها خلاف هل تفعل في وقت النهي إذا وجد السبب أو لا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل إذا انشغلت عن سنة المغرب الراتبة هل أقضيها بعد صلاة العشاء؟ هل إذا انشغلت عن سنة المغرب الراتبة هل أقضيها بعد صلاة العشاء؟ فات وقتها، السنة إذا فات وقتها لا تقضى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الفرق بين التركة والإرث؟ التركة هي مال الميت، والإرث يستحقاق، استحقاق هذا المال بالأنصبة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هناك من ينكر الضرب للتأديب ويقولون يقول هناك من ينكر الضرب للتأديب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وقال عليه الصلاة والسلام: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الرسول أمر بالضرب عند الحاجة إليه،
فلا أحد يلغي ما أقره ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أعمل موزعا للمواد الغذائية وأعطيت رجلا بضاعة بمبلغ يقول أعمل موزعا للمواد الغذائية وأعطيت رجلا بضاعة بمبلغ 5000 ريال ثم ولم يسدد بعد ذلك، ثم عرض علي بضاعة بمبلغ 8000 ريال، فهل يجوز لي أخذ البضاعة بمبلغ 5000 ثم أعطيه الباقي؟ إذا صلحتم بينكم تراضيتم فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: طبيب أخطأ في المصاب في علاج المصاب، فهل يجوز المطالبة بالتعويض؟ إذا كان الطبيب مفرطا يطالب بالتعويض، أما إذا كان ما فرط أجرى العملية على الوجه المطلوب حصل ما حصل فلا يضمن الطبيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض الناس عندنا قبل صلاة الجنازة يقول للناس في مكبرات الصوت: من كان له دين على ميتي فأنا متكفل به، ومن كان له مظلمة عنده فليسامح، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا يكون في المسجد، لا ما يكون هذا في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من دخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأن تحية المسجد ليست واجبة، إنما هي نافلة، فإذا تركها فإنه لا يأثم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل على المريض النفسي طلاق إذا أكثر الطلاق مع تفريطه في العلاج؟ الله، هذا يرجع فيه إلى القاضي، والقاضي يرسل هذا المريض إلى الأطباء يفحصونه ويذكرون نتيجة الفحص عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل زنى بامرأة وعقد عليها وبعد حدوث الحمل، ولما اكتشفوا ذلك قام أولياؤها بفسخ النكاح، يقول هل يجوز له أن يعقد عليها بعد وضع الحمل؟ هذا يرجع للقاضي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل لأهل الزوجة أن يمنعوا ابنتهم من زوجها لأنه يكثر ضربها؟ إذا كان يكثر ضربها ويظلمها لهم أن يمنعوا بنتهم منه إنقاذا لها من التعذيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أصحاب مغاسل الثياب يشترطون على الزبائن أنه إن لم يستلم ملابسه بعد شهر فلهم الحق في بيعها، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز لهم ذلك، لا يجوز لهم ذلك، أنهم يصادرون مال الشخص أو ملابسه بهذا الشرط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للجدة أن تصافح زوج حفيدتها؟ هل يقول هل يجوز للجدة أن تصافح زوج حفيدتها؟ حفيدتها؟ نعم. أي نعم، هي أم زوجة، هي أم زوجة وهي من محارمه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، هل يدخل في ذلك التراضي بين الورثة في قسمة الإرث؟ إذا لم يظلموا أحدا وتراضوا وهم يعني في مستوى يصلحون للتراضي، ليسوا سفها وليسوا قصارا فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أمي
اقترضت دينا، يقول أمي اقترضت دينا لشراء بيت لها ولكن بقرض ربوي. أمي اقترضت دينا لشراء بيت لها ولكن بقرض ربوي، هل يجوز لي أن أساعدها في التخلص من هذا الدين؟ هذا الدين غير صحيح، ما دام قرض ربوي هو حرام ولا تساعدها على شيء حرام. نعم. أحسن الله إليكم. قال في آخر سؤاله أن أمه غير مسلمة. الربا حرام على المسلم وغير المسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم شراء بيت من المزاد علما أن بعض ما يباع في هذا المزاد من ممتلكات المعسرين؟ والله ما أدري عن هذا، إذا كان المزاد صادر من المحكمة فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الناس يرسلون أموالهم إلى بلدانهم بأيدي بعض الرجال فيقبل هذا بعملة هذا البلد وثم يسلمها بعملة البلد الموصلة إليه. كيف؟ يقول بعض الناس يرسلون المال إلى بلدانهم بأيدي بعض الرجال فيقبلها بعملة البلد ثم يوصلها إلى البلد المراد بعملته. هذا صرف ولا بد من التقابض في المجلس. هذا صرف ولا بد من التقابض في المجلس، لكن يصرفها في المجلس ويتقابضون ثم يحولها تحويل. يحول التحويل لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. أما أنه ما يقبض عوضها إلا في بلد آخر هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل ورد شيء في إحياء ما بين العشاءين؟ نعم، ورد أنه من صلاة الأوابين، وإذا أحيا ما بين العشاءين فله الأجر العظيم في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ؟ المراد إفراد يوم السبت، أما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده زال الكراهية والنهي. نعم، يعني لا يفرد يوم السبت بصوم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تنصحونني بقراءة كتاب أيسر التفاسير؟ استفيد منه إذا كان فيه فائدة، استفيد منه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الذي يدخل في النهي من التصوير؟ يقول: ما الذي يدخل في النهي من التصوير؟ كل التصوير إلا الضروري، إلا التصوير الضروري يرخص فيه للضرورة، وما عداه فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الجماع بعد طواف الإفاضة؟ نعم. يقول: هل يجوز الجماع بعد طواف الإفاضة؟ لا، لابد التحلل الأول لا يجوز الجماع فيه، أما التحلل الثاني فلا بأس إذا فعل الثلاثة كلها: رمى الجمرة وطاف وسعى، ثم فهذا يتحلل التحلل الأول. إذا رمى الجمرة وطاف وسعى تحلل التحلل الأول، ولكن لا يجوز له الجماع حتى يتحلل التحلل الثاني. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله؟ نعم، واضح الحديث، اللي يحتال ويأخذ أموال الناس يحتال
على الناس وهو يريد أكلها هذا يتلفه الله عز وجل. وأما الذي يأخذها بمداينة صحيحة يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه. نعم. صلى الله إليكم. ويقول المديون الذي لا يستطيع أداء دينه. المدين ما هو بالمديون. نعم. المدين الذي لا يستطيع أداء دينه ومات هل يدخل في هذا الحديث؟ يبقى عليه دين، يبقى عليه الدين ويقتص لصاحبه يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل يجوز الإكثار من صلاة النفل المطلق في غير أوقات النهي؟ نعم، صل أكثر من النوافل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول كيف التخلص من دين مع بنك وفيه فوائد ربوية؟ كيف التخلص من دين مع بنك وفيه فوائد ربوية؟ والله هذا ما نفتي فيه. ليش تقدم عليه تستدين بفوائد ربوية؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل يجوز للرجل سماع صوت المرأة؟ نعم، يجوز للحاجة، يجوز للحاجة لا للتشهي.